المشاهدين ويصنع أفراحهم. المنتخب الوطني في عاصمة الغرب الجزائرية كان في منطقته. آدم زورغان في الوسط في هذا الأسبوع في أول مباراة وشباب قسنطينة اليوم. تشكيلة المدرب طويلة وعلام مصمودي دائما بالمرصاد. كرة لصالح المنتخب الوطني في الوسط. قادري يمرر منه من جانب عناصر المنتخب الليبيري. جي ألا نلعب إلى غاية الآن 12 دقيقة. دائما لا يزال التعادل السلبي بين المنتخب الوسط لصالح المنتخب الليبيري. تعود للمنتخب الوطني الجزائري للمحليين الانطلاقة من هنا. آدم زورغان 21 سنة لاعب نادي أتليتيك بارادو. طلب الكرة قادري توصلوا للقبلات الهجومية جانب عناصر المنتخب الوطني. آدم الجزائري آدم زورغان كرة طويلة في العمق. سمودي نقلات وتمريرات المنتخب الليبيري. سرعة مجيد بوغرا يطلب من لاعب منتخب ليبيريا الأسبوع الماضي بتونس دون رد ولعب المباراة الثانية أمام منتخب ليبيا وفاز بنتيجة هدف دون رد. أيضا كرة في الوسط من آدم زورغان وطني للمحليين. آدم زورغان منتخب ليبيريا يلعب ب ان ماركوس بابي يتفوق عليه آدم زورغان في وسط الميدان. كرة بالخطأ لكن آدم زورغان الالتحاق بغرف تغيير الملابس. كرة في الوسط ندية كبيرة في وسط آدم زورغان. جدل عبد الرحمن قلت شوط أول شهدنا فيه عدة محاولات من جانب المنتخب الوطني وكرة أخرى لصالح المنتخب الوطني والانطلاق من هناك. ربما الهدف الأول ربما الهدف الأول بنتيجة هدف دون رد. واحد وعشرين سنة لما تكون الكرة عند محمد الأمين عمورة إلا وتكون الخطوة فاق سطيف واليوم ثنائية مع المنتخب المحلي. سعيود في الوسط زورغان يغير دفاعي من جانب عناصر المنتخب الليبيري. زورغان ينطلق ممتازة هذه الكرة من منتخب ليبيريا. الودية في هذا الملعب الأولمبي الجديد هنا بألعاب البحر الأبيض المتوسط. كرة دائما لصالح المنتخب الوطني للمحليين. دائما نقلات وتمريرات بين عاد وحيوية كبيرة فوق أرضية الميدان. غش حسام الدين طلب الكرة زورغان. أمامك زورغان توصلوا الآن زورغان. زورغان بين قادري عبد القهار وادم زورغان. قادري وزورغان لاعبا طيف. زورغان ايمن بوغرا سعيود غالي معسكر 23 سنه هذا الحارس الذي استدعي سابقا مع بارادو ولكن بعد نتائج البي سي ار. نبيل وحارس فريق مولودية وهران وطني متفوق بنتيجة 3 أهداف مقابل هدف في أول المنتخب مع بداية المرحلة.